شايفينه يعني بيجيب لي رساله وبتاع عامل ايه؟ كل ما اشوفه عامل ايه؟ جاي عندي بتاع في البيت عامل ايه؟ ايه الاخبار عامل ايه؟ هو ايه اللي بيضحك على كانش بيتكلم لا لا ده حضرتك جايين النهارده نقدم اتعرف بحضرتك انا بقى اجليماندوس مسؤول عن كنائس منطقه المازا والهجانه وشارع مدينه نصر ومعايا الاباء من المنطقه استاذ ابونا موسى ابونا بشوم ابونا اسحاق ابونا بشوم تمام جايين نقدم تعزيه باسم مقدسه بابا طاووس الثاني تمام استشهاد الراجل مصطفى اللي كان في حادثه التفجير كانت مكتوبه جنب الكنيسه وهو بنفسه وبروحه وفدى المنطقه كلها من المجزره كانت صعبه جدا يعني كميه المتفجرات اللي كانت موجوده حضرتك مسؤول الكنيسه اللي الواقع امامها الحادث ايوه حضرتك تكلمنا اللي حصل ايه بالظبط اللي حصل الاباء هم اللي كانوا موجودين في المكاتب في التخصيص التوقيت ده هم اتبلغ من امام الجامع اللي جنبنا ان هو في لقى متفجرات فوق المبنى وبعد كده بلغ الامن اللي واقف قدام الكنيسه والامن ابتدى يتعامل مع الموضوع تمام هم ابتدوا يتعاملوا مع المتفجرات بس للاسف ان المتفجرات زي ما قالوا لنا يعني الظباط ان هو اكبر من اي حجم شافوه قبل كده تمام. فدي كانت يعني حاجه صعبه وده اللي كان سبب استشهاد الراجل مصطفى ان هو يعني تعامله مع المتفجرات الكميه كانت ضخمه جدا عليه. حضرتك بعد استشهاد الرائد مصطفى تقول ايه لاسرته ورجال الشرطه؟ احنا بنقدم التعزيه الكامله لكل اسرته طبعا ومش عارفين نشكرهم ازاي على كل اللي عمل ده انهم حموا منطقه بالكامل مش بس افراد المسيحيين لان المنطقه هناك منطقه شعبيه ومكتظه بالمسيحيين والمسلمين يعني كلنا عايشين في مكان واحد مع بعض فهو فدى المنطقه كلها ودي اقل كلمه شكر دي كلمه قليله لكن احنا طبعا بنقدم التعزيه الكامله باسم الكنيسه كلها باسم الشهاده الراجل مصطفى اللي وفدى البلد كلها بالمناسبه دي يعني اللي حصل ده يا فندم بياكد على روح التواصل والتوحد ما بين فئات الشعب بمختلف طوائفه حضرتك تقول كلمه للعناصر الارهابيه اللي بتقوم بمثل هذه الاعمال هل هتاثر على وحدتنا الوطنيه؟ بنقول للشر المخدوع ده مالكش رجلين في مصر احنا كلنا مصريين كلنا عايشين على بلد واحده وارض واحده والشر ده ملوش مكان في وسطينا يعني بس هي الناس كلها تتنبه ان هي ازاي والله